شاهدة على عودة الجلفة إلى المشهد الثقافي بتنظيمها ملتقى دولي ومعرض وطني للكتاب. نشرف على افتتاح فعاليات الصالون الوطني للكتاب بالجلفة. هذا الصالون الذي نريده افتتاحية لسلسلة من الصالونات الوطنية التي ستنظم عبر كامل التراب الوطني في الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و 31 ديسمبر. بداية تنطلق الجلفة بهذا المعرض، ثم يليها بعد ذلك معرض وطني للطفل الجزائر العاصمة في الفترة من 8 إلى 15 جوان. بعد ذلك في شهر جويليا يكون لنا موعد مع معرض وطني للكتاب بقسنطينة، ثم في أوت معرض وطني للكتاب بوهران، ثم ورقلة، وختاما طمرست. المعرض هو المناخ المناسب للمثقف الجلفاوي والمواطن الجلفاوي المحب للكتاب والمحب لمثل هذه المعارض. نحن منذ أيام على قدم وساق لتحضيرات متواصلة ليل نهار من أجل إنجاح هذا العرس الثقافي. تطلعاتنا للوصول للقارئ الجلفاوي تكون في المستوى، إن شاء الله يكون في إقبال على الكتاب. ثم هذه المبادرة اللي هي عمل معارض وطنية نتمنى أنها تعمم على بقية الولايات. إحنا الآن رانا نوصل الكتاب إلى القارئ، الكتاب هو اللي يتنقل، وهذه سياسة السيدة وزير الثقافة بالتشارك مع النقابة. إحنا نمشيو الكتاب من ولاية إلى ولاية، يعني نمشيو إلى القارئ إن شاء الله.